السلام عليكم، اهلا بكم في الحلقه الثالثه لبرنامج فلمها، برنامج اللي يهدف لتحسين اللغه الانجليزيه عن طريق وسيله ترفيهيه وهي الافلام. قبل ما اخش في محتوى هذه الحلقه احب اقول بالنسبه للفائز اللي فاز معانا في الحلقه الثانيه، تم الاعلان عنه في صفحتنا الرسميه في الفيسبوك، فدونت فورجيت تروح هناك تسوي لايك ومبروك للفائز. بالنسبه لهذه الحلقه حيكون في برضه مسابقه، جائزتها الفيلم اللي حنتكلم عليه اليوم بنسخه بلو راي اللي هو فيلم ايرون مان، وفيلم ايرون مان هو فيلم من انتاج بارامونت بيكتشرز، وطبعا ايرون مان هو شخصيه مارفل وبطوله روبرت داوني جونيور ماي فيفرت ستار وجيف بريدجز. خلينا نشوف ايش الكلمات والمصطلحات والامثله اللي حنتكلم عليها في هذه الحلقه. فهد، you know if you watch فلمها you'll be able to learn 5 new words, sentences and idioms per episode. That means 10 in 2, that means 15 in 3, that means 20. I know the math. Look, it's a smurf. Let's just shoot the episode. All right, let's go. فبعض المرات بتتكلم مع شخص فبيتكلم معك في شيء انت عارفه، فعشان تختصر الموضوع تقول انا عارف الشيء ده، ايش ممكن تقول؟ تقول idiom بيستخدم بشكل دارج اللي هو I know the math، يعني انا عارف انت بتتكلم عن ايش. خلاص. Sir, it appears that his suit can fly. Duly noted. Take me to maximum altitude. With only 15% power, the odds of reaching that I know the math. Do it. زي ما شفت المقطع في الفيلم، ايرون مان كان بيقول لجارفيس take me to the maximum altitude، يعني خذني لاعلى ارتفاع، فجارفيس بيقول له كده شويه حسابات واشياء والطاقه حقت السوت ما تسمح، قال له I know the math. Do it. يعني انا عارف الموضوع كيف بيحصل. Let's just do it. الجملة اللي حنتكلم عليها دحين هي idiom أو مثل. لما تبى تقول لواحد أباك تاخذ وقتك في الموضوع. في الفيلم لما توني ستارك أو هو ايرون مان كان يبغى يخرج من الكيف أو من الكهف اللي كان فيه الإرهابيين، فصاحبه هو ينسن كان بيقول له أنا حخليك تاخذ وقتك. Hey, I'm gonna go buy you some time. Stick to the plan. Stick to the plan. شفتوا ايش قال له؟ قال له I'll buy you more time، يعني مو حاشتري لك وقت. هذا مو بمعنى الحرفي ليها، معناه حخليك تاخذ وقتك. ف buy more time معناه اخليك تاخذ وقتك. الكلمة اللي حنقولها دحين هي كلمة معناها عفوي او غير متوقع. لما كان ايرون مان قاعد يكلم الالات حقته في بيته، فبيقول لواحده من الالات اللي هي طفات الحريق لا تتحركي كثير عشان انا حاسس انه انا ممكن انحرق بشكل عفوي. عفوي او غير متوقع معناها spontaneous. Please don't follow me around with it either because I feel like I'm going to catch on fire spontaneously. تفتكروا في الحلقه الاولى لما قلت لكم واحده من التكنيك اللي ممكن تحسن فيها لغتك الانجليزيه اللي هي be friend the mirror او صاحب المرايه، في تكنيك برضه احنا تكلمنا عليه في الحلقه الثانيه بشكل سريع اللي هو يعني مثل مع صاحبك. خذوا مقطع من فيلم ومثلوا مع بعض. توني ستارك او ايرون مان كان في الكهف بيسوي السوت حقته قبل لما تطلع السوت حقت ايرون مان اللي هي انتم شايفينها في الاخر هذه، فكان في حوار بينه وبين ينسن اللي كان معاه في السجن. We gotta go. Move with me. Come on, we got a plan. We're gonna stick to it. This was always the plan, Stark. Come on, you gotta go see your family. Get up. My family's dead. I'm going to see them now, Stark. It's okay. I want this. I want this. Thank you for saving me. Come on, let's move on. We got a plan. Let's stick to it. Stark. This was always the plan, Stark. It's okay. Come on, get up. You're gonna see your family now. My family is dead. It's okay. I'm gonna see them now, Stark. I want this. I want this. Don't waste it. Don't waste your life. Thank you for saving my life.
من الجمل المستخدمة بشكل متكرر برضو في اللغة اللي هي جملة لما تبى تقول لواحد خليني في الصورة، إيش ممكن تقول؟ تقول keep me posted، يعني خليني في الصورة. The suit's at 48% power and falling, sir. That chess piece was never designed for sustained flight. Keep me posted. أوكي، أنا شفته في المقطع لما جارفيس كان بيكلم آيرون مان فبيقول له السوت قوتها بدأت تنخفض من 46% لأقل، فآيرون مان إيش قال له؟ قال له alright keep me posted، يعني خليني في الصورة لما القوة تنزل أكثر من كده. هنشوف الآن مقطع من الفيلم لما آيرون مان راح يحرر الأبرياء من قبضة المجرمين، فهو راجع الجيش ما كان يعرف إنه آيرون مان في صفهم، افتكروه عدو. خلينا نشوف إيش اللي حصل. Hello, Tony. Who is this? It's Rhodes. Sorry, hello. I said it's Rhodes. Speak up, please. What in the hell is that noise? Well, I'm driving the tub down. Yeah, well, I need your help right now. It's funny how that works, huh? Yeah, speaking of funny, we've got a weapons depot that was just blown up a few clicks from where you were being held captive. Well, that's a it's a hotspot. Sounds like someone stepped in and did your job for you. Why do you sound out of breath, Tony? I'm not. I was just driving to the canyon. I thought you were driving. Right, I was driving to the canyon. I'm sure you don't have any tech in that area should know about. Nope, bogey spotted. Okay, good, because I'm staring at one right now and it's about to be blown to kingdom come. Come. Ballroom, this is Whiplash 1. I've got the bogey in my sights. Whiplash 1, what is it? I've got no idea. You have radio contact. I'm responsive, sir. Then you're clear to engage. Hit it. Bogey just looks supersonic. I got a lock. Satfish has been lost. No way, that's a UAV. What is it? I can't see anything. Whatever it was, it just bought the farm. اوكي، زي ما شفنا المقطع والمعركة الشرسة اللي حصلت بين ايرون مان وبين الجيش، فاخر مقطع ايش بيقول له؟ الجندي بيقول whatever it was, it just bought the farm. Bought the farm مو معناها اشترى مزرعة، هذا idiom عسكري، مثل عسكري معناه قتل، يعني معناه the bogey او العدو bought the farm، يعني العدو قتل. في الرين أكمنس أو في عادة التمثيل لتحسين اللغة، الكلمات مو هي بس المهمة، لغة الجسد برضو مهمة أو البادي لانجوج. عشان تتقمص الدور لازم برضو تحسن لغة الجسد حقتك عشان تحس نفسك تتكلم as a native، زي المواطن الأصلي. في المقطع اللي هنشوفه دحين ممكن ما يكون أنا هتكلم فيه بشكل كثير، لكن لغة الجسد ليها دور جدا مهم في إتقان اللغة. Breathe. Easy, easy. You remember this one, right? It's a shame the government didn't approve them. There's so many applications for causing short-term paralysis. Ah, Tony. Your father, he helped give us the atomic bomb. Now, what kind of world would it be today if he was as selfish as you? You remember this one, right? It's a shame the government didn't approve it. There are so many applications for short-term paralysis.
give us an atomic bomb. And what kind of world would it be if he was as selfish as you? والآن جينا لفقرة مسابقة هذه الحلقة. المسابقة جدا بسيطة، اللي هي جائزتها طبعا نسخة بلو راي من فيلم ايرون مان. المسابقة عبارة عن حتشوفوا مقطع من الفيلم، وبس المطلوب انك انت تعيد تمثيله وترفع الملف على اليوتيوب وترسل لنا اللينك على الايميل اللي في الديسكريبشن اللي هو filmha@filmpictures.com. المقطع جدا بسيط وفيه بادي لانجويج، لما احنا تكلمنا عن موضوع البادي لانجويج، لما توني ستارك او ايرون مان كان بيستعرض سلاح من الاسلحة للجيش، فايش قال لهم؟ كلمتين: for your consideration the Jericho. For your consideration, the Jericho. هذه كانت نهاية الحلقة الثالثة من برنامج فلمها. إذا كان عندكم أي أسئلة، اقتراحات أو استفسارات، أو حابين تشاركوا معنا في سكتشز أو رينأكمنتس، لو سمحتوا أرسلوا لنا إيميل على filmha@filmpictures.com، ولا تنسوا تنزلوا PDF ملف المحتوى لهذه الحلقة اللي هتلاقوه برضو في الديسكريبشن. وقبل ما أنهي أحب أقول شيئين. الشيء الأول، ابتداء من هذه الحلقة والحلقات الجاية حيكون في ملف صوتي في مزيد من الجمل ومزيد من الأمثلة للجمل والمصطلحات والأمثلة اللي احنا أخذناها في هذه الحلقة، بالإضافة للويب سايت حق فلمها اللي حيكون جاهز بإذن الله خلال الأيام الجاية. تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك، follow us on Twitter عشان تعرفوا الأبديت، واللي ما شاف الحلقات اللي فاتت يشوفها ويقول لنا رأيه فيها في الكومنتس، وplease share like and subscribe.